تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد، تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا. وتشمل عمليات التوزيع مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، والذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. كل عمر الشعب ده إيد واحدة. بحبك يا ريس وشكرا على الهدية الجميلة دي. شكرا على الهدية الحلوة دي. بنحبك يا ريس ودايما فاكرنا على طول. بنشكر الريس وبنشكر الداخلية وبنشكرهم على الهدية الحلوة دي. بنشكر سيادة الريس اللي هو بيفتكرنا كل سنة بالشنط وبيفتكرنا بالخير. شايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا. جيل بيسلم رايا الجيل. كل سنه وانتم طيبين. طيبه حبيبتي. بنشكر سياده الريس اللي هو دايما كل سنه فاكرنا وكل سنه انتوا بتجونا وفاكريننا. ربنا يبارك لكم يا رب. وعشان شبر في ارضه يموت واللي في عز المحنه اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. رجاله ولاد رجاله ايد تحمي وايد شغاله. مصر وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. واللي بإذن الله بيتحدى ناس بسلاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة. احنا ما كناش متوقعين إن أنت هتجينا وتفتكرنا والله. وربنا يعينك ويجويك يا ريس. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا وعلى فرحة أولادي بالشنط والكراريس والجلام اللي هم عاطينها لنا. بجد احنا مش عارفين بجد نقوله ايه. والله العظيم أنا مش لاقية كلام أقوله. بجد شكرا شكرا يا رئيس. بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنبه بيعينه. هو ده يبقى الشعب المصري. فرحانة بوجودكم معانا ومقابلتكم بينا المقابلة الحلوة وجبرتكم معانا. تنجبر ومبارك فيكم يا رب. مبسوطين بيكم خالص خالص واحنا بنشكركم وبنشكر الرئيس وربنا يخليكم. شعب اصيل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه. المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن إلى المناطق الأكثر احتياجاً لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية على قاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بهذه المبادرة وبدور وزارة الداخلية الذي لا يتوقف عن دعمهم. رجالة ولاد رجالة إيد تحمي وإيد شغالة. مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. واللي بإذن الله بيتحدى ناس بسلاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة. دول في رباط واليوم الدين. شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا ووقفتك الجميله مع البلد. شكر رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصه ووفر لنا الشنط والكراتين. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين.
المبادرة تأتي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وكإحدى المشاركات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية بهذه المناسبة، ورغبة منها في تلبية جزء من احتياجاتهم. المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخلي الرئيس الجمهورية يا رب يخليكم. رجالة ولا ترجالة، ايد تحمي وايد شغالة، مصر كل سنة وانت طيبين. طيب الله يخليك. محتاجين اي حاجة؟ الله يخليكم، عايزينك طيب الله يخليك. كل سنة وانت طيب الله يخليك. مبادرة كلنا واحد طبعا مبادرة جميلة، وأنا بشكر الرئيس على هذه المبادرة لأنها فعلا بتغطي حاجات لناس فعلا محتاجينها وبتوصل للناس فعلا اللي محتاجينها. بنشكر سيادة الرئيس أن فرح أطفالنا وشفنا يعني حاجات حلوة النهاردة. الرئيس دايما محافظ على فرحة الأطفال، وربنا يبارك فيه طبعا، مدخل الأطفال المدرسة بحاجات جديدة وشنط جديدة، وربنا يحفظه ويبارك لنا فيه. أنا مبسوط قوي عشان الرئيس السيسي فاكرنا كل سنة وبيقدم لنا شنط وحاجات يعني حلوة نفرح بيها. أنا مبسوط النهاردة الضباط اللي هم جابوا شنطة كبيرة أخش بيها المدرسة. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة تزامناً مع المناسبات المختلفة لدعم المواطنين، بخاصة الفئات الأولى بالرعاية منهم لتخفيف الأعباء عنهم. بنشكر سيادة الرئيس أنه افتكرنا بدخلة المدارس وبعتنا لنا الشنط واهتموا بأطفالنا. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. ألف شكر يا رئيس، ما تحرمش منا. حضرة الرئيس أشكرك 100 100 100 ألف شكر.